بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم بداية يعني الفيديو ده والفيديو اللي جاي هو applications على الـ specific energy. احنا اتكلمنا في اخر الفيديو اللي فات على حاجة اسمها specific energy، قلنا ان انا عندي المية ماشية اهي، عندي open channel flow وده البيد بتاعي. قلنا ان اي نقطة عندها total energy لو انا باخد من دي طب من تحت يبقى عندي ده اسمه الزد، خد بالك لو انا عندي النقطة دي اللي فوق، وده هيبقى اسمه الواي. توتال انرجي لاين هتلاقيه ماشي كده، هتلاقي ان انا عندي حاجة في الاخر اللي هي الفي سكوير على الاتنين جي. بعدين احنا قلنا ترم الزد ده ريدندنت، حاجة ملهاش اي تلازمة هنا في هذا السيناريو، فانا لو شلتها كده هيبقى عندي هذا الشكل اللي هو اللي قلنا عليه سبيسيفيك انرجي، وشرحنا على الكيرف بتاعه حالات الصب والسوبر والكريتيكال فلو. تمام، هنبتدي بقى نحط شوية تطبيقات. طبعا احنا كنا ماشيين بافتراض كيو ثابتة وعرض ثابت، الدنيا كلها ثابتة، اللي بيتغير بس هو الواي، وبشوف تغير الاي قصادها. هنبدأ بقى نغير في حاجات تانية، لا هبدأ اغير الكيو، هبدأ اغير العرض، هشوف بقى الدنيا بقى بتحصل ايه يعني. طيب حاجتين هنتكلم عليهم في الفيديو ده، اول حاجة اسمها الهامب، تاني حاجة اسمها السامب، هي نفس الريزم. عامة الهامب ده ايه؟ الهامب ده ان انا كنت ماشي، ادي البيد بتاع التشانل، بعدين هوب دبل كيك لقيت ده طلع كده. ليه ده بيطلع كده؟ ده ان شاء الله قدام في القسم جوه بقى ايه هيقولولك. طيب في هذا الشكل، تعالى قبل ما نرسم شكل ال يعني قبل ما نرسم شكل السيرفس الوتر سيرفس، تعالى نرسم التوتال انرجي. التوتال انرجي هتلاقيه ثابت، او يعني خط التوتال انرجي هنا هتلاقيه ثابت، لكن المية نفسها كانت ماشية هنا، وهيبدأ يحصل حاجة احنا هنحاول نستنتجها دلوقتي. ماشي، يعني المية وصلت هنا هيحصل ايه بقى؟ تعالى نتخيل الاول، انا عندي هنا حاجة اسمها انرجي. لو قلنا ان النقطة اللي هي في الابستريم، يعني انا بقول لك الفلو ماشي من هنا لهنا، ماشي، فاذا النقطة اللي هنا ابستريم عندها انرجي واحد، النقطة دي عندها حاجة اسمها انرجي اتنين، والفرق ما بينهم الحتة اللي انا طلعتها اللي اسمها الهامب دي حاجة اسمها دلتا زد. من الواضح جدا من الشكل، اقدر اقول ان اي واحد بيساوي اي اتنين زائد دلتا زد، او تقدر تقول ان اي اتنين بتساوي اي واحد ناقص دلتا زد، او تقدر تقول ان دلتا زد بتساوي اي واحد ناقص اي اتنين. ليه بكتبهم كده؟ كل ده اصلا يعني من الاخر من الشكل، يعني انت مش محتاج كل الهري ده، هي معادلة واحدة وكله من الشكل. طيب لو انا قلت لك ان اي واحد اكبر من اي اتنين، ده معناه ايه؟ تعالى نتخيل على الكيرف اختصارا للوقت. انا كنت راسم الحتة دي من الكيرف، انا عندي هنا برسم ايه؟ برسم الواي، هنا برسم ايه؟ برسم الاي، تمام، وخط 45 درجة. احفظ الكلام ده، لازم تبقى عارفه. وبنرسم الكيرف بتاعنا وبيبقى حاجة عاملة كده، حاجة بهذا الشكل مثلا، تعال نعمله حاجة كده، ماشي. طبعا المعادلة بتاعتي ايه؟ اوعى تنسى الـ specific energy بتساوي الـ y زائد q سكوير على 2 g a سكوير. الترم ده ممكن يبقى طبعا v سكوير على 2 g. طيب ماشي، يعني ايه واحد قلت؟ او يعني الهامب ده حصل ايه؟ ان انا كان عندي انرجي واحد قلت لانرجي اتنين بمقدار ارتفاع الهامب ده. فاذا انا كان عندي هنا في هذا المكان، لحظة واحدة، انا كان عندي هنا حاجة اسمها اي واحد قلت بقت حاجة اسمها اي اتنين. ده انا بترجم بس، يعني حتى الان كل اللي بعمله ان انا بترجم الكلام اللي انا قلته لك، ماشي. تعال نعمل اتنين في الايرور، قلت انا الحاجة اسمها اتنين هنا، ماشي.
تعال نسميها دي حاجة اسمها اي اتنين، ماشي. تعال نعمل كومباين، مالكش دعوة باللي بقوله، ماشي. المفروض ان الفرق ما بينهم حاجة اسمها دلتا زد، اللي هو الفرق بين النقطة دي والنقطة دي، يعني ده اسمه دلتا زد. لا هو الاي دي يعني مش بالمتر، هو انرجي هيد في الاخر يعني، والواي دي برضو بالمتر يعني عشان ترسم الديسك الواحد. فاذا الفرق ده هو دلتا زد، اللي هو المسافة او ارتفاع الهامب ده، فده معناه ان الانرجي قل. طب ماشي، انا كنت عايز اعمل ايه هنا؟ انا رسمت جزء من سطح المية وبقول لك كملهولي. طب ما انا هكمله ازاي؟ يعني ايه الانرجي قلت؟ اي واحد وصلت اي اتنين. لو هذا الارتفاع اللي هو واي واحد يعبر عن فلو سب كريتيكال، معناه ان واي واحد هتبقى هنا، معناه ان واي واحد هنا، ماشي. لان انا تاني انا عندي حاجة اسمها كريتيكال فلو، بتحصل فين؟ تحصل في النص. عندي حاجة هنا اسمها كريتيكال فلو، ماشي، فوقيها سب وتحتها سوبر كريتيكال او شوتينج، والتانية مش فاكر اسمها ايه، ارجع الفيديو اللي فات. طيب لو انا قلت لك ان واي واحد دي اصلا ها اكبر من الواي كريتيكال، لان الارتفاع دون هو واي كريتيكال. تعالى يا عم نكتبها، هي دي الفكرة. انا هشرح باستفاضة في الهامب، الصمبة هتلاقيها بتخلص. لو هنا عندي الواي كريتيكال، لو الواي بتاعتي واي واحد لو اكبر من واي كريتيكال، يبقى انا عندي بالطبيعة سب كريتيكال فلو والعكس. فاذا لو انا قلت ان واي واحد اللي هي هنا، همشي منقط بقى او بخط نضيف شوية، هقول لك اه بص هنا، شايف انت دي؟ اه ده واي واحد اكبر من واي سي، هتلاقي ان واي اتنين هنا. انا استفدت ايه؟ هقول لك دي، نقول بقى واي واحد وواي اتنين. اللي بيحصل هنا اللي انا قلته لك، ان في الكيس ها السب كريتيكال فلو، لما انرجي واحد قلت بقت انرجي اتنين، واي واحد قلت بقت واي اتنين. هو ده اللي عايز اقوله لك. فاذا لو انا حبيت اكمل الدروينج البسيط اللي انا كنت رسمه هنا، واي واحد هتنزل ها وهتبقى هنا تحت حاجة اسمها واي اتنين. يبقى دي حالة الهامب، ده كيس سب كريتيكال ها، ودي اللي اتشرحت في المحاضرة، ودي اللي انا بشرحها لك تاني. طبعا لو الدكتور جاب لك في الفاينال كيس سوبر كريتيكال، ايه اللي المفروض يحصل؟ انا السوبر كريتيكال اي واحد كانت هنا ها، اهي اي واحد كانت تحت، او واي واحد هتبقى تحت يعني، اسف، واي اتنين فوقيها. فاذا في الحالة السوبر كريتيكال هتلاقيك بتطلع مش بتنزل ها، هو يعتمد على تحديدك الواي كريتيكال فين. ليه برضو اعرف الكلام ده؟ يعني لو ما جاليش سؤال نظري، انا لو جيت احل تمام وبقول لك احسب واي اتنين، هو ده المطلوب، وانا لقيت ان انا شغال سب كريتيكال فلو، ماشي، سب كريتيكال فلو، يبقى المفروض واي واحد هتقل تبقى واي اتنين. لو انا جبت واي اتنين اكبر من واي واحد، يبقى انا حاسب حاجة غلط. طبعا انت مش هتكتب له في الامتحان ايرور ان كالكوليشن، انت امتحانك دلوقتي ام سي كيو، ف يعني على الاقل تبقى عارف انت بتختار ايه. وخلي بالك دي نقطه يعني اغلب الشباب وقعوا فيها في الميد، على الاقل في الموديل اللي كان معايا تقريبا كل الارقام طلعت تمام، تقريبا يعني الاغلبيه من الارقام كانت موجوده في الاختيارات الفاينل انسر. ف يعني حاول تقلق سيكا من الناتج بتاعك لو ما لقيتهوش، ولو لقيته قلق برضو يعني، بس يعني ما تقولش هاخد الاقرب على طول، لا، محتاج تراجع على الرقم بتاعك، لانك ممكن تكون الحسبة اللي حسبتها اقرب لرقم غلط تمام. طيب هو ده الهامب، هي دي فكرة الهامب. ايه اللي بيحصل عندي؟ انا بدي لك مسألة، بدي لك فيها شوية معطيات واي واحد، بديك الكيو مثلا، بديك الكروس سيكشن بروبرتيز، واخد بالك، وبدي لك طبعا الدلتا زد دي مثلا، وممكن اقول لك احسب لي واي اتنين. هحسب واي اتنين ازاي؟
همشي خطوات بسيطة، لو مشيتها بالترتيب اللي انا مشيته ده دلوقتي او اللي همشيه دلوقتي مش هتغلط في حاجة. ماشي. طيب اول حاجة انا عايز اجيب واي 2، هعمل ايه؟ اول حاجة اصلا محتاج احدد هل انا صاب ولا سوبر كريتيكال فلو. فاول حاجة بعملها اصلا في المسألة ان انا اجيب الواي كريتيكال. واي كريتيكال بجيبها من مين؟ يعني منين؟ لو انا عندي ريكتانجولر سيكشن بجيبها بالجذر التكعيبي لكيو سمول سكوير على جي. لو انا عندي حاجة تانية بقول ان كيو سكوير على جي بتساوي ايه تكعيب على تي. ماشي. بجيب من هنا الواي كريتيكال، اقارن واي واحد بالنسبة لواي كريتيكال، اكبر صب اقل سوبر. ماشي. عشان اعرف بس اللي هيحصل. ماشي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي عرفت انا حالة صب ولا سوبر. لو نفترض ان احنا علشان نكمل شكل المثال تعال نقول ان واي واحد اكبر من واي كريتيكال، يبقى انا عارف ان ايه الواي هيقل. طيب انا عارف ان ايه واحد بتساوي او تعال نقول على طول ايه اتنين بتساوي ايه واحد ناقص دلتا زد. منين؟ من الشكل ده عادي، هذا ايه واحد كلها وده ايه اتنين ودلتا زد. لو عايز ايه اتنين هجيب ايه واحد كلها وناقص منها دلتا زد. هجيب من هنا ايه اتنين اللي هي بتساوي واي اتنين زائد كيو سكوير على اتنين جي اي سكوير. هتقول لي استنى 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 استنى، هو انت ايه واحد فين اصلا؟ يعني دلتا زد هو جيفن، ايه واحد دي جبتها منين؟ اقول لك عادي هاتها من القانون، واي واحد زائد كيو سكوير على اتنين جي اي سكوير. الاريا ثابته فده هيبقى ثابت، الكيو ثابت ده هيبقى ثابت. يعني في ذي الحاله هو مديك الواي واحد اكيد مديك الفلو مديك كروس سيكشن بروبرتيز، يبقى انا معايا كل حاجه. مساله بسيطه جدا في فكرتها، مشكله فيها مش في الخطوات الحل، المشكله في الافكار النظري يمكن اكتر في النقطه دي. ماشي. طيب في حاجه بقى، في حاجه انا محتاج اتكلم فيها معاك. افرض معايا ان انا الدلتا زد دي عماله تزيد، يعني انا عمال بالمعنى عمال ارفع ها الدلتا زد او ارفع الهامب، يعني ازود الدلتا زد عمال ارفع الهامب كده ارفع كده. طب يعني اكيد هيبقى في ليميت، يعني اكيد مش هطلع بالهامب كده وتقول لي في فلو، يعني مش منطقي. فانا عايز اعرف هذه القيمه اللي انا هقول عليها ايه دلتا زد ماكسيمم، هجيبها منين ولا ايه اصلا اللي يحكمني ان يبقى في قيمه ماكسيمم؟ اقول لك تعالى نشوف. انا معنى ان دلتا زد تزيد ان اي 2 هترجع لورا اكتر. ها تعالى نشيل ده الاول عشان ما تتلخفنش، وعايز امسح الحته دي اللي كانت مكتوبه في اني لير. ماشي. اي 2 هترجع لورا لما دلتا زد تزيد، اي 2 هترجع لورا ترجع لورا لحد ما هو ببص خبطت فين هنا اي 2. مهمه قوي النقطه دي، اي 2 خبطت في اخر الكيرف خلاص، ما ينفعش اي 2 ترجع اكتر من كده، يعني مفيش مكان لاي 2 ترجعه، يعني هترجع لك فين؟ يعني انت خلاص جبت اخر الرصيف، يعني مفيش مكان لاي 2 ترجع. فاذا هذه القيمه اللي عندي هقدر اقول عليها بكل بساطه كده دي دلتا زد ماكسيموم. ده اعلى ارتفاع، ها اعلى ارتفاع لهذا الهامب ما اقدرش اعديه، واحنا هنقدر بس يعني محتاجة اكلمك فيها. طيب لو عندي دلتا زد ماكسيموم اي 2 هتساوي اي مينيموم، صح؟ عظيم. طيب اي 2 بتساوي اي مينيموم اللي هي بتساوي واي كريتيكال زائد دي كريتيكال على الاثنين، عظيم، اللي هي واحد ونص واي كريتيكال في الريكتانجولر سيكشن. يبقى هو ده بس اللي زاد عليا، او هي دي اللقطه بس، ان عند دلتا زد ماكسيموم هتلاقي الشكل ده. انها فرقت في ايه؟ ما فرقتش في حاجه، ان واي 2 هتبقى واي كريتيكال بس، يعني يقول لك احسب لي فرويد نمبر عند البتاع عند 2، ما هي واحد بس. يعني شفت انت، هي فكره تكه نظري، انها مش اكتر من كده، يعني هي ما فيهاش فكر قوي، يعني هي ما فيهاش حاجه ك يعني
كحل مسألة يعني، مش زي البامب هيبقى فيها هيصة، انما دي ما فيهاش حاجة. انا عايز ارسم لك دي وتفضل هنا طبعا. ايه انسى يعني، هو مش هيبقى كده يعني، بس لا حاجة كده بقى. دي مثلا هتلاقيه واي كريتيكال لما طلعت الدلتا زد ماكسيم. طيب افرض انت حبيت تزودها وتطلع اكتر من الدلتا زد ماكسيم، يعني هروح لك فين؟ يعني انا هروح لك فين؟ انا قعدت اقلل لك الانرجي، معنى اني ارفع الهامب معناها ان انا بقلل الانرجي، قعدت اقلل لك الانرجي لحد ما وصلت لايه مينيمم يا باشا، اروح لك فين؟ قال لك خلاص انا لو عديت الاي مينيمم المنطقي كده، تعال نفكر، ها انا عندي هامب بالشكل ده، شايف انت؟ دي كل دي اسمها دلتا زد ماشي، دي كلها حاجة، تعال نعملها بلون تاني، كل ده حاجة اسمها دلتا زد اكبر من دلتا زد ماكس ماشي. مية هتروح فين؟ فين المية؟ وفي مية اصلا؟ خلاص مفيش مية. عايز اشيل دي ماشي، ده يا سيدي فلو بتاع المية. انت المفروض لما اجي لك هنا واقول لك المية هتمشي ازاي ودلتا زد اكبر من ماكسيمم، هتقول لي يعني الاي 2 هتبقى هنا؟ ما ده مش فلو كونديشن ده، ها الخط الازرق ده مش فلو كونديشن. ما فلو كونديشن في ايه؟ ما كيرف الفلو مش، انت طلعت بره يا فندم، فاذا اكيد اي 2 مش هينفع تتحرك، اي 2 وصلت للمينيمم فاليو. تمام، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان اي 1 انا الفلو هيقف. تمام، يعني تخيلها كده، الفلو هيقف. الفلو لما يقف ايه اللي هيحصل؟ ميه هتقعد تتجمع لان الميه لسه جايه من ورا مش بتطلع، فعماله تتجمع هنا، فكأن ها كأن كده ايه، منسوب الميه ارتفع، يعني منسوب الميه كان هنا ده كده واي واحد مثلا ارتفع منسوب المياه واصبح حاجه بالشكل ده اسمه واي واحد داش ماشي. بقول داش بس عشان ايه، اميز لك يعني. ولو رسمنا التوتال انرجي طبعا هتلاقيه ارتفع، يعني لو ده كان اي واحد هتلاقي اي واحد داش، ان انا هو ده اللي هيحصل، ان انا كان عندي هنا، تعالى نعملها بلون احمر مثلا، عندي هنا حاجة اسمها اي واحد زادت وعليت، بقت اي واحد داش. معناه ايه ده يا باشا؟ يا باشا ده معناه ان اي واحد اتحركت كده، او تعالى نعملها لك بلاير جديدة، اي واحد بدل ما هي كانت هنا طلعت قدام شوية، ده معنى الكلام، دي بقت اي واحد داش. واذا اقدر اقول لك ها ان ساعتها هيبقى عندي حاجة اسمها، تعالى نعملها بخط اصغر بلون اوضح، هيبقى عندي المسافة دي كلها اسمها دلتا زد الاكبر من دلتا زد ماكس. هو ده اللي حصل، يعني ان انا خلاص عشان اي 2 رجعت اخر، خلاص جابت اخر الشارع، خلاص مفيش مكان، الحاره مسدوده، فاي واحد هي اللي طلعت. ليه؟ علشان الفلو وقف، المايه بدات تتجمع عند اي واحد لحد ما وصلت الانرجي كافيه ان انا اشيل منها الهامب ويفضل في فلو اندر ذا سيم كونديشن بتاع اللي هو يعني الفلو ريت والكلام ده. فاذا دلتا زد ماكسيموم، يعني انا قلت لك دلتا زد ماكسيموم بس انا عديتها، يعني بقى في حاجات اكبر من الماكسيموم. لا، ما هو انا ممكن اقول لك على دلتا زد ماكسيموم without changing upstream، يبقى الدلتا زد دي اكبر دلتا زد، اعلى ارتفاع للهامب ممكن من غير ما اغير في الفلو كونديشن بتاع الابستريم، لان انا في الحاله دي الفلو بتاعي بقى فين؟ الفلو بتاعي بقى هنا، ها الفلو بتاعي بقى ده وبينزل، ما بقاش الارتفاع الاولاني، لا الارتفاع التاني هو الفلو بتاعي، فاذا لا انا غيرت كده في
الفلو كونديشن بتاع واي واحد، واي واحد بقت واي واحد داش، ودلوقتي هقول لك احسب لي واي واحد داش، مش هقول لك احسب لي واي اتنين. انا عارف ان واي اتنين هتبقى الواي كريتيكال، صح؟ لو انا عندي دلتا زد اكبر من دلتا زد ماكس، انا فاهم ان واي اتنين هتبقى الواي كريتيكال، فاي اتنين هتبقى الاي مينيمم اللي هعرف اجيبها، تمام؟ وهعرف اقول ان اي واحد داش، ها مش اي واحد، اي واحد داش بتساوي اي اتنين زائد دلتا زد. حلو الكلام ده؟ طيب الفرق بين واي واحد واي واحد داش، هذا الفرق برضو بيطلب، او واي واحد داش ناقص واي واحد ده كده على بعضه اسمه حاجة اسمها هيدنج اب، من الاسم المنسوب ارتفع، فانا عايز اعرف الارتفاع في المنسوب بسبب هذه الهامب، تمام كده؟ هي دي الفكرة. طيب معلش يعني انا اسف، انا هعرف منين، ها انا هعرف منين الاي واحد هتثبت والاي اتنين هي اللي هترجع، ولا مين هيرجع ومين هيتحرك؟ يعني معلش انا فرق بين الكيس دي والكيس التانية ازاي؟ انا اللي بقولك دلوقتي ان دلتا زد اكبر من دلتا زد ماكسيم، فاذا عشان تعرف تحل المسألة انت محتاج تعرف هذه المعادلة، هل دلتا زد، يعني انا جيفن دلتا زد، ماشي دي جيفن، محتاج انا على جنب احسب دلتا زد ماكسيمم واقوم مقارن الاتنين ببعض، لو انا اقل او يساوي الماكسيمم انا في السليم، لو اكبر من الماكسيمم محتاج اعمل حوار الاي واحد داش. طب وانا اجيب اي دلتا زد ماكسيمم منين؟ انا عارف ان دلتا زد ماكسيمم بتحصل عند اي مينيمم. طيب ما انا كده هقدر اقول ان اي واحد اللي مديهاني، تقول لي هو مديك اي واحد، اقول لك ايوه اي واحد دي ايه على جنب هنا، اي واحد بتساوي واي واحد زائد دي واحد على الاثنين، او بلاش دي واحد، هنقول كيو سكوير على اتنين جي اي سكوير، تمام؟ فاذا هو مديني واي واحد، مديني كيو الاريا او مفردات الاريا، فهعرف اجيب اي واحد، اي واحد جيفن كده بالمعنى ده، انا اقدر اجيب اي واحد، ما عنديش فيها مشكلة. فاذا اي واحد ناقص اي مينيمم، وانا هجيب الاي مينيمم ازاي؟ اي مينيمم بتساوي واي كريتيكال زائد دي كريتيكال على الاثنين، وانا اجيب الكلام ده منين؟ من الفيديو اللي فات، واي كريتيكال كيو تكعيب على كيو سكوير على جي بيساوي ايه تكعيب على تي، او القانون الثاني بتاع الريكتانجولار سيكشن. يبقى انا معايا الواي كريتيكال، هعرف اجيب الدي كريتيكال برضو، ادام جبت الواي هجيب الدي، يعني ما فيهاش حوار، تمام كده؟ يبقى انا اصلا جوه المسألة هو مديني ايه واحد وايه مينيمم، هطرحهم من بعض هجيب دلتا زد ماكسيمم، هقارنها بالزد اللي هو مديهاني، احدد انا انهي حالة، هل انا دلتا زد اقل من الماكسيمم فاشتغل طبيعي تساوي الماكسيمم فالواي هي الواي كريتيكال وشكرا، او اكبر من الماكسيمم في الحالة دي محتاج يحصل هيدنج اب ومحتاج احسبه. طيب ماشي، تعال نتكلم على الكيس التاني. ده كان انهي دون، خلينا نشيل ده برضه. كيس التانية ده كان اسمه هامب، كيس التانية اسمها صمب، مفيش اي ابداع في الاسامي. صمب ده يا سيدي هو عكس لامب، يعني انت المفروض متوقع هذا الكلام. صمب ده عامل كده، كنت ماشي في امان الله كده، خد بالك، بالبد بتاعي قمت هوب نازل حتة وبعدين ايه كملت، حلو كده؟ هو ده الصمب يا حبيبي. ايه اللي بيحصل؟ تعال نرسم باقي المفردات الرسمة. total energy line ثابت، ماشي. فلو بتاع المية كان ماشي برضو في امان الله لحد ما انت جيت قررت تعمل هذا الصمب. فلو كان ماشي على ارتفاع اسمه واي واحد بانرجي اسمها اي واحد، ها، وتحول لانرجي اسمها اي اتنين، محتاج احسب الواي اتنين، ما هو ده المطلوب. طيب برضو بالمنطق طبعا الفرق بتاع الصمب برضو هيبقى اسمه دلتا زد. طيب
من الرسمة، من الرسمة مش من الحفظ، انت هتتزنق في الشيت هترسم الرسمة دي على جنب وتفهم منها. طيب من الرسمة اقدر اقول ايه؟ من الرسمة اقدر اقول ان اي 2 بتساوي اي 1 زائد دلتا زد. ده معناه ايه؟ معناه ان اي 2 زادت من غير ما اكتب المعادلة. انت شايف ان اي 2 اكبر من اي 1، اي 2 معناها زاد. طب تعالى نعبر عن ده على الكيرف. يعني ايه اي 2 زادت؟ زي ما قلنا الكيرف بتاعنا هو عبارة عن انرجي في هذا الاتجاه، طبعا انرجي بالمتر لانه انرجي هيد، والواي بالمتر برضو. يعني ايه اقول لك ان في حاجة هنا زادت؟ يعني انا كان اي 1 في هذا المكان، تعالى نعدل، دي كانت اي 1، حلو كده، وبقول لك ان اي 2 بقت اكبر من اي 1، فاذا هتلاقيني برسم هنا على جنب اي 2. على دي اي 2 انا زدت، ها، مسافة قدرها كم؟ قدرها دلتا زد، او زدت انرجي قدرها دلتا زد، حلو كده. يبقى هو ده اللي حصل، ان من اي 1 لاي 2 انا زدت دلتا زد. طيب الواي هتطلع ولا هتنزل؟ هو انت حضرتك في انهي فلو كونديشن؟ وانا اقول لك يعني انا مش هتاخر عليك والله، بس انت قول لي انت انهي فلو كونديشن وانا يعني نتفاهم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه واي كريتيكال، دي كريتيكال فلو، ها، ده اسمه كريتيكال فلو. فوقي سب وتحتي سوبر. فوقي من ناحية الواي، ها، لان الفلوستي الاكبر بتديني سوبر كريتيكال، ما تتلخبطش بتاع فوق وتحت ده، ها. طيب ان كان ده واي واحد وده هنا واي اتنين، في حالة السب كريتيكال فلو ايه اللي حصل؟ لو عندي سب كريتيكال فلو واي واحد دي كانت في سب كريتيكال فلو، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان واي واحد زادت. شفت انت دي؟ لو انا كنت في سوبر كريتيكال واي واحد مشيت لواي اتنين قلت، ها، يبقى هو ده اللي حصل. يبقى على حسب الفلو تايب في الحالتين، ما ينفعش واي واحد في حالة الهامب والصمب، ما ينفعش واي واحد تبقى سب كريتيكال وتنزل تبقى سوبر كريتيكال، ما ينفعش. التحول بين السب كريتيكال والسوبر كريتيكال ما ينفعش يعني الفيديو ده ما ينفعش خالص، الفيديو الجاي هنقول ازاي، ماشي؟ يبقى ما ينفعش دلوقتي نهائي نهائي، ما ينفعش تقول لي ان بسبب هامب او بسبب صمب انا تحولت من سوبر لسب كريتيكال، ما ينفعش، ماشي؟ فاذا لو كونديشنز انت حسبت واي 2 مثلا ولقيت الكونديشنز بتقول لك ان ده سوبر وانت كنت شغال صب مثلا، يبقى انت في حاجه غلط. تمام، يبقى انا لو فرضت الصب هتلاقي ان انت ايه واي 2 زادت، يعني واي 2 هتبقى اعلى، ولو سوبر هتلاقي واي 2 اقل، يعني على حسب انت ماشي ازاي. مش دي النقطه، هي المعادله اهي، يعني هي دي الفكره، ان اي 2 بتساوي 1 زائد دلتا زد. نفس الكلام بقول لك احسب لي واي 2. طب ما انا هجيب واي 2 ازاي؟ بحسب الاول واي كريتيكال عشان اقارن، بعد ما احسب الواي كريتيكال هحسب اي 1 بيساوي واي 1 زائد كيو سكوير على 2 جي سكوير. طيب حسبت ده هقول اي 2 بتساوي اي 1 زائد دلتا زد، جبت اي 2، اي 2 بتساوي ايه؟ واي 2 زائد كيو سكوير على 2 جي سكوير. اعرف اجيب واي 2 ولا لا؟ اعرف اجيب واي 2، هو ده المطلوب، هي دي الفكرة. شوف الصمب ما خدتش 5 دقايق على بعض لان هي نفس الفكرة. المهم، هل في دلتا زد ماكسيموم هنا؟ يعني هل في حد لمدى اقدر احفر لتحت ايه والميه، يعني هل الميه هتقف لو انا زودت في الحفر؟ لا، هتقول لك براحتك يعني كمون، يعني احفر لتحت محدش هيقول لك لا. وده برضو باين لك في الرسمه، ها، لان انا دلوقتي، ها، لما احط لك هنا لاين واقول لك ان هنا في اتنين ما عنديش اي مشكله انه يزيد، يعني لو دلتا زد زادت الخط هيتحرك، هيفضل يتحرك، هيتحرك لما لا نهايه، وماله يعني، هو مش هيقول لك لا، واخد بالك؟
فاذا مفيش هنا في حالة الصمت مفيش دلتا زد ماكسيم. تمام كده؟ تمام ماشي. فاضل لي حاجة واحدة بس وهقفل الفيديو ده. يعني انا كنت متخيل ان انا ممكن نقعد كتير بس هو اخر النقطة دي بقى وهي وزوقها بقى يعني نشوفها تقعد معانا قد ايه. طيب اخر نقطة دي كنتش عامل حسابها وانا بقول لك هناخد حاجتين. تالت حاجة احنا بنتكلم عليها حاجة اسمها contraction in bed width. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي عرض البيد نفسه بيتغير. يعني انا كنت ماشي في امان الله ادي عرض البيد تمام، بعدين ايه الفلو هوب فجأة كده لقيت ان انا عندي ايه عرض التشانل عرض الترعة نفسه اضيق. بقى عندي هنا في حاجة اسمها بي 2 بعد ما كانت بي 1. طب وده يأثر عليها في حاجة؟ يعني هيفرق؟ يا باشا هيفرق. لا مش هيغير الكيو او كيو على بي. تعال نقولها يعني لو عندي ريكتانجولر سيكشن، مش انا هقول مثلا ان انا عندي كيو واحد بتساوي كيو على بي وكيو اتنين بتساوي كيو على بي، بس كيو واحد هتساوي كيو على بي واحد، كيو اتنين هتساوي كيو على بي اتنين. لو انا فرضت ثبات الكيو يعني الكيو سمول دي كنا بنقول عليها اليونتس بتاعتها متر كيوب بير سكند بير متر ران. ماشي مهم قوي تبقى فاهم دي. ان انا عرض التشانل كروس سيكشن اهو انا بحسب الفلو لكل متر طولي. فاذا الفلو لما اقول كيو سمول بتساوي واحد متر كيوب بير سكند بير متر ران معناها ان كل متر طولي من عرض التشانل بيعدي واحد متر مكعب في الثانية. هو ده معنى كيو سمول تاني عشان انت لو مش عارف. طيب ماشي يبقى انا جبت هنا ايه؟ هنا بقول لك ان كيو سمول بتتغير او الفلو كونديشن بيتغير، فاذا اكيد في حاجه هتحصل في الفلو. يعني الاب ستريم مش هيبقى زي الداون ستريم. فاذا لو جينا نرسم ده كده نحاول نرسمه بشكل اكثر تنظيما، يعني ان انا عندي البيت كان كده نزل خد بالك كمل نزل تاني اهو ده كده كانه بلان، وبعدين برسم لك قصاده اليفيشن سطح الميه. خلاص بقى افكك من الرسم النظيف. سطح الميه كان ماشي كده لحد هذه النقطه. شوف بقى هيحصل فيه ايه. سطح الميه كان ماشي علب واي واحد. ارسم توتال انرجي بعد اذنك. هنرسمها بالابيض ماشي. طبعا ده البت نحط الدايمنشنز اللي عايزين نحطها. ده اسمه بي 2 ده اسمه بي 1 دي على بعض اسمها انرجي واحد. ولو بصيت هنا بص اللي هيحصل دي انرجي 2. اتضح لي لما اجي اقارن بين انرجي 2 وانرجي 1 ان الاتنين متساويين. يعني انرجي واحد يساوي انرجي اتنين. ها انرجي واحد يساوي انرجي اتنين في النقطة دي او يعني في هذه الكونديشن. مفيش دلتا زد، مفيش تغير في الارتفاع بتاع البيد. بيد ثابت يعني منسوب البيد ثابت بس اللي بيتغير هو العرض. تمام. طبعا بما ان بي اتنين اقل من بي واحد فاذا اكيد كيو اتنين هتبقى اكبر من كيو واحد. ها ده اللي حصل عندي جديد. طب وانا استفاد ايه وعارف ان ايه واحد بتساوي اتنين؟ تعال نفسر الكلام ده على الرسم. طيب نرجع تاني اللي احنا كنا عاملينه هنشليه زي ما قلنا لتالت مرة النهاردة. ده واي بالمتر ده ايه بالمتر برضو. ها حصل عندي ايه؟ قلت لك حاجتين مهمين جدا. قلت لك ان ايه واحد بتساوي ايه اتنين. ها فاذا ده ايه واحد يساوي ايه اتنين يساوي ايه انرجي ثابته. طب ايه اللي حصل؟
فاكر قلت لك المره اللي فاتت ان انا بيبقى عندي فاميلي اوف كيرفز، ده الفلو كونديشن عند واحد، الفلو كونديشن عند اتنين، كيو اتغيرت اكيد مش هبقى على نفس الكيرف. الاي واي كيرف، ها الاي واي كيرف، كل كيرف ليه كيو، ماشي؟ ما ينفعش اقول ان انا عندي حاجتين كيو مختلفه وبرسم لنفس الكيرف، لا لازم كل واحد هرسم له كيرف مختلف، او كل كيو برسم كيرف مختلف. طيب يبقى معناه الكلام دون ان انا بقول لك اصحى معايا كده، انا بعمل كيرف تاني لكيو 2، ماشي؟ هيبقى عامل كده، تعال نعمله بحاجه تخينه، هيزيد، مش هيبقى نفس الشكل بالظبط بس المهم انه هيزيد كده، طلع لقدام، الكيرف اتشفت لقدام، واخد بالك؟ الكريتيكال بوينت بتاعته اتشفتت ليه؟ عشان الكيو زادت، دي بقت كيو 2، ماشي؟ انا قلت لك ان اي واحد بيساوي اي 2، فاذا عند نفس الخط الرأسي دون اللي انا ممكن احطه فوق هنا، هذا الخط اللي عنده اي واحد واي 2، الاول هقول لك هي واي واحد هتزيد ولا هتقل؟ نفس السؤال، نفس السؤال، حضرتك فين؟ انت فين؟ انت فين؟ هل انت كنت صب ولا سوبر اصلا؟ يعني انا فين؟ من انا؟ ولنفترض، خلاص فكك من دي، نفترض ان انا هشتغل ان انا كنت واي واحد هنا اصلا، واي واحد كانت سب كريتيكال، فعند نفس الانرجي اتنقلت من كيرف كيو واحد لكيرف كيو اتنين، واي واحد هتتنقل لواي اتنين. طيب ايه العلاقة بين واي واحد وواي اتنين؟ مين اكبر؟ هتقولي واي واحد. فاذا اللي حصل في الكيس السب كريتيكال ديا ان واي واحد قلت، نزلت بقت واي اتنين، تمام؟ فاذا ده بقى واي اتنين، ان زي ما انت شايف الفيجن البيد ما حصلش فيه حاجة، البلان هو اللي حصل. يبقى انا في الكيس ديا انا اتنقلت من كيو صغيرة لكيو كبيرة، ها؟ فالواي هنا قلت عشان انا كنت سب كريتيكال. طيب وسعادتك عايز ايه برضو من السؤال ده؟ بقولك برضو احسب لي الواي اتنين، نفس الكلام بنفس جيفنز تقريبا، بس بديلك بقى البي واحد والبي اتنين. اول حاجة بحسب كيو سمول واحد طبعا، والكلام ده كيو سمول اتنين طبعا، انا محتاج اعرف انا صاب ولا سوبر، فاحسب واي كريتيكال، واي كريتيكال عشان مقارنة، حلو كده؟ بقول ان اي واحد بتساوي واي واحد زائد كيو سكوير على اتنين جي اي سكوير، ماشي؟ كده جبت الانرجي عند واحد. طب ما انا عارف ان انرجي واحد يساوي انرجي اتنين، وعارف ان انرجي اتنين بتساوي واي اتنين زائد كيو سكوير على اتنين جي سكوير. طبعا اريا اتنين هتختلف، ها؟ دي اريا واحد، دي اريا اتنين. حلو كده؟ طبعا لو ده ريكتانجولر بدل ما اقول كيو سكوير على اتنين جي ايه، ممكن اقول كيو سمول سكوير على اتنين جي واي. انا ممكن الترمات دي بالنسبة للار سيكشن تبقى كيو سمول مثلا واحد سكوير على اتنين جي واي واحد سكوير، دي تبقى كيو اتنين سكوير على اتنين جي واي اتنين سكوير. طبعا قسمت الكيو على البي بس فطلع لي كيو سمول. اللي حصل ان انا معايا ده، حسبت ده طبعا مع الواي، فاذا عرفت اجيب اي واحد، قلت اي واحد بيساوي اتنين، فاذا ده معايا، ده انا حاسبه، عايز اجيب واي اتنين، من هذه المعادلة اطلع واي اتنين. عظيم عظيم. طيب ايه اللي يحصل لو العرض فضل يقل عن كده؟ يعني انا لو عرض اللي تشانل بقى حاجة كده، يعني تشانل كانت ماشية مثلا بعرض 3 متر بقت 5 سنتي، ايه اللي يحصل؟ يعني اللي تشانل هتطلع تشتمك، يعني هتعمل ايه؟ في حاجة اكيد غلط هتحصل يعني. طيب اللي هيحصل يا سيدي كالاتي، انا كل ما العرض يقل، ها تعال نكتبها على جنب، انا لما العرض يقل ايه اللي بيحصل؟
كيو سمول بتزيد، لما كيو سمول بيزيد بيشيفت الكيرف صح؟ فإذا هيحصل ده، هيحصل إن الكيرف ده هيبدأ يتحرك، كل ما كيو تزيد هيفضل يتحرك، كيو تزيد هيفضل يتحرك لحد ما هو بيبص لمس فين؟ لمس في آخر نقطة خالص اللي بعدها ما ينفعش، في النقطة كريتيكال. حصل إن عندي كريتيكال فلو بيبقى عنده كيو 2، ها دي اقل بي اقدر اوصلها، زي ما الناحيه الثانيه كان اكبر دلتا زد اقدر اطلعه بالهامب، دلوقتي دي اقل، ها اقل بي ممكن اصغر التشانل ليها، هيبقى عندي كيو 2 في هذه الحاله بتساوي كيو كابيتال على حاجه اسمها بي مينيمم. بي مينيمم ليه؟ علشان دي بعد كده هيبدا يحصل مشاكل هنتكلم عليها. يبقى انا عندي كيو 2 بتساوي كيو على بي مينيمم ماشي، وعندها ها عند كيو 2 عند البي مينيمم ديا ات بي مينيمم بيحصل عندي واي 2 كريتيكال، يعني الجزء اللي ماشي هنا هو كريتيكال فلو بالنسبه للنقطه 2 او للانرجي 2. انرجي 1 ماليش دعوه بيها هنا، انرجي 1 مش كريتيكال ولا حاجه. طيب لو انا قلت لك هات بقى، او يعني هنتعامل ازاي في الحاله دي؟ نفس الكلام هتعوض بنفس الطريقه هتجيب، بس لو عندك اي 2 هي اي 2 كريتيكال او اي 2 مينيمم اسف، هيبقى عندي الواي كريتيكال. يعني ايه الكلام ده؟ انا بدات اتوه منك. هتمشي نفس الستبس وتجيب واي 2، الواي 2 دي محتاجه اقارنها بكريتيكال، هتقارنها بالكريتيكال اللي فوق دي؟ ما ينفعش. الكريتيكال اللي فوق دي واي واحد كريتيكال، ها واي واحد كريتيكال جايب عشان اقارن هل انا صب ولا سوبر، علشان لما نط الاثنين نبقى نتكلم. انما واي واحد اللي بحسبها من هنا بحسبها جذر التكعيبي لكيو واحد سكوير على 2 جي، ولا كانت على جي، المهم يعني ان هي جذر التكعيبي لكيو واحد سكوير، ها كيو واحد سكوير على جي كيو واحد ماشي. انما لما انا اطلع واي 2 محتاج اجيب حاجه تانية، محتاج اجيب واي 2 كريتيكال. واي 2 كريتيكال بيساوي الجذر التكعيبي لكيو 2 ها سكوير على 2 جي. وانا اجيب كيو 2 ازاي؟ جبت واي 2 ها، عارف اجيب، او اسف انا معايا كيو 2 لان انا عندي كيو 2 بتساوي كيو كابيتال على البي اللي مديهاني، خد عوض بيها في المعادله، هجيب الكريتيكال واي وقارن واي 2 قصاد واي 2 كريتيكال. لو واي 2 اكبر من واي 2 كريتيكال او اقل في حاله السوبر كريتيكال تمام، لو سويتها يبقى انا في الحاله اللي انا قلت لك عليها، انا خلاص لو واي 2 بتساوي واي 2 كريتيكال البي 2 بتساوي بي 2 مينيمم، هو ده المعنى. ان انا خلاص جبت اخر الكيرف، خلاص خلاص كيرف كيو 2 مش هيتحرك، مفيش مساحة يا باشا، خلاص اخرنا ماشي. فده اللي هيحصل. طيب اخر حالة خالص، افرض يا سيدي ان بي 2 اقل من بي 2 مينيمم. بعد الهري الكتير اللي قعدت اقوله لك ده، قلت لك ان انا عندي قيمة اسمها بي مينيمم انا جبتها تمام، حسبت الواي كريتيكال والكلام دون وجبت البي مينيمم، ها جبت بي مينيمم وقلت لك يا باشا ما تقلش عرض القطاع ده عن متر، انت جبت قول لي 80 سنتي، اعمل لك ايه؟ بي اقل من بي مينيمم، معناها ان الكيرف شفت اللي جاب اخره ده هيطلع بره، هيطلع بره خلاص اهو طلع بره شويه. طب يعني ايه يا فندم؟ هنروح فين يعني؟ هنعمل ايه؟ ها كيو 2 دي بقى اللي احنا هنقول عليها كيو سمول 2 دي بتساوي كيو على بي 2 اللي هي جيفن، اللي هي اكبر من او اسف اقل من بي مينيمم ماشي. طبعا بي مينيمم بيبقى عندها الكيو اللي عندها بيبقى اسمها ماكسيمم، اللي لو زدت عندها يحصل عندي مشاكل. طب هعمل ايه يا فندم؟ هو احنا في الهامب عملنا ايه؟ والله قلنا لما انا معرفتش احرك الاي 2، الاي 1 اضطرت تتحرك لان انا الفلو وقف ثانيه كده لحد ما جمع نفسه
عشان يطلع لقدام. فاذا دي كده اللي انا وصلت لها. تعال نمسح حبة من اللي تحت ده. دي كانت اي واحد الاصلية، وصلت انا لنقطة جديدة اسمها اي واحد داش. حلو كده. اي واحد داش بتمسها الكيرف بتاع الفلو التاني في الكريتيكال بوينت بتاعته. يبقى انا خلاص كأني بقول بص يا جماعة خلاص انا جبت اخري، او يعني زقت اي واحد لحد اي واحد كريتيكال، يا دوب لمست وخلاص شكرا. ماشي. يبقى انا اللي حصل عندي ان لما خلاص عديت البي مينيمم اضطريت ان اي واحد هو اللي ايه الانرجي بتاعها يعلى عشان اعرف اعوض فرق المناسيب ده، او فرق الاسف فرق الانرجي ده، او فرق الواتيفر يعني فرق البي مينيمم عم عمل البي مينيمم لما صغرت زاد عندي كيو جدا. فاذا عشان اعوض هذا الفرق الفلو وقف شويه وبعدين بقى في انرجي كافيه تزق الميه يعني. طيب وانا هتعامل ازاي يا فندم؟ اعمل ايه يعني؟ اتصرف ازاي؟ اقول لك اصبر علي صبرك علي. نتعامل ازاي وانا اعرف اصلا الحاله دي؟ اعرف منين ان بي اقل من بي مينيمم؟ يعني انا اتصرف ازاي لو عرفت؟ زي ما قلنا احنا بنشوف بي مينيمم من اي 2، بقول ان هي اي 2 مينيمم اللي هي مثلا بتساوي 1.5 واي كريتيكال 2. انا جبت واي كريتيكال 2 ماشي، احسب اي 2 مينيمم واشوف الدنيا. طب تعالى نقولها كده، اي 2 مينيمم اي 2 مينيمم بتساوي 1.5 واي كريتيكال 2. طب اي 2 مينيمم دي بتساوي اي 1 اللي هي بتساوي واي 1 زائد مش عارف ايه كيو 1 سكوير على 2 جي واي 1. انا معايا اي مينيمم 2 ديا ماشي، انا معايا اي مينيمم 2 هقدر اجيب واي كريتيكال. جبت واي كريتيكال، انا اللي معايا دي حاجه اسمها واي كريتيكال 2 اللي هي بتساوي الجذر التكعيبي لكيو 2 سكوير على جي. اقدر اجيب من ده كيو 2، بس مش اي كيو 2، دي كيو 2 مينيمم. ليه؟ عشان الواي دي كريتيكال. اذا كيو 2 مينيمم جبتها اللي هي بتساوي كيو كابيتال على بي مينيمم، اسف الكيو دي هيبقى اسمها كيو ماكسيمم، اكبر كيو عند اصغر عرض. ماشي، بدات اهيس عشان اخر الليل. هطلع من الهري ده كله، شايف انت كل الهري ده، هطلع منه حاجة اسمها بي مينيمم. بعد ما طلعت بي مينيمم انا عندي بي تانية اسمها بي جيفن مثلا، هقارن الاتنين ببعض. لو بي جيفن اقل من بي مينيمم هيحصل الهري اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس طب ولو انا مديلك بي جيفن اقل من المينيمم هحتاج ايه؟ هحتاج برضو الهيدنج اب طبعا، الانرجي زاد. فاذا واي واحد هتطلع، هتبقى المية طلعت هنا هتبقى واي واحد داش، طبعا الانرجي هيطلع برضو. فالفرق بين الاتنين ده اللي اسمه هيدنج اب، ده اللي انا عايز احسبه الهيدنج اب. طب وانا احسبه ازاي؟ خلاص انا عرفت ان بي جيفن بتاعتي اقل من البي مينيمم، هتصرف ازاي؟ هقول لك احسب لي اي 2 مينيمم. طيب اللي هي دي والله اي 2 مينيمم بتساوي 1.5 واي كريتيكال بتاعت 2. دي معادلة غير الواحد ونص واي كريتيكال دي، ها دي حاجة ودي حاجة. الواي كريتيكال دي انا هجيبها بالجذر التكعيبي لكيو 2 جيفن سكوير على جي. انا الحالة يعني اللخبطه هنا بتحصل في ان انا عندي كذا كيو 2، هو انا رحت في عندي كذا كيوهات كتير قوي؟ لا، ما تلخبطش نفسك. انا في الحاله الاولانيه بعمل تشيك كل اللي فات ده، ها، عشان اوصل للتشيك دون. فكيو 2 دي انا بجيبها مش معايا كيو 2 ماكسيمم، ها، انما في اللي فوق خلاص عرفت انا الغايه بتاعتي ايه. لا، بعوض بقى بكيو 2 جيفن، هي معايا مش عايزها، هي معايا اصلا عشان اجيب اي 2 مينيمم.
هجيب E2 مينيمم الجديدة، او يعني E2 مينيمم اللي هي بالنسبة لـ E1 داش مش لـ E1. هقول ان E2 مينيمم دي هتساوي E1 داش، و E1 داش بيساوي Y1 داش زائد تقدر تقول بقى ايه Q1 سكوير على 2G Y1 داش. Q1 سكوير نفس Q1 على 2G Y1 داش سكوير. هعرف من الهري ده كله هجيب Y1 داش heading up Y1 داش ناقص Y1. هو ده الموضوع، هي دي الفكرة. بواخد ليه في الاخر؟ عشان بقى عندي كذا Q2. المهم اني افرق بين Q2 اللي هو مديهاني. يعني ايه Q2 مديهاني؟ هو مديني عرض بي جيفن، صح؟ هحسب بالعرض ده كيو، الكيو دي هتبقى اكبر من الكيو ماكسيمم. ليه؟ عشان البي دي اقل من البي مينيمم. ها يبقى هي الفكره، البي جيفن هحسب بيه حاجه اسمها كيو جيفن غير كيو ماكسيمم، انا هقارنها عشان افهم انا فين. هي دي الفكرة. الموضوع فيه لف كتير، لكن هو في الاخر هما الكلمتين دول. يعني هو الموضوع محتاج ان وانت بتحل سواء شيت سواء جوه الفاينل ما تتسربعش في المسائل دي. المسألة دي فكرتها فعلا نص دقيقة بس بتركيز، محدش هيجيبها في نص دقيقة، لا انا ولا انت. بس انت يعني الوقت اللي هتستغرقه في الحل هو نص دقيقة بس. لازم تهيأ لنفسك الكلام ده، يعني تقعد ترسم سكتش للمسألة دي بعد إذنك. يعني ما تحلهاش كده يعني اللي هو يلا بالتفكير، الكلام ده لازم كده يترسم علشان ما تسقطش منك أي حاجة. ترسم الرسمة تفهم إيه واحد بتساوي اتنين ولا إيه اللي حاصل، تفهم أنا أنهي كيرف هيتحرك، تفهم الكلام ده كله. لو رسمت هتفهم الكلام كله ده. خلاص بالنسبة ليه الثلاث تطبيقات على السبيسيفيك انرجي. المره الجايه ان شاء الله نتكلم على الحاجات اللي هي الهيدروليك جامب وشويه حاجات ايه تخليني اتغير من سب الى سوبر كريتيكال او العكس. ودي بقى الحالات النادره. احنا هنا في الفيديو اللي فات ده يا كله سب يا كله سوبر، انما في الحاله الجديده لا، ده احنا هنلاقي شويه ايه عك، يعني شويه مصايب بس.